أعزائي، اجتماعنا بشركائنا في الملتقى بروكسي الدولي ثقافة السلام تقرر تأجيل الموعد. الاتحاد الأوروبي قفل الموعد لحد يوم 22، بس منطقنا الأكيد 100% يوم 27. قالوا انتظروا، وتعرفون هاي ملتقى بها حجوزات وبها طيران وبها التزامات، فحتى ما قدرت نعطي التزام بهذا الخصوص. لذلك ارتئينا مع شركائنا في الملتقى ان نغير موعد الملتقى الى يومي 5 و6 حزيران. فرع اعتياد راح تجون نفس الموعد يوم، معناها يوم 4 و5 و6 و7 و8، ويبقى البرنامج مثل ما هو. احنا جاهزين، اسماء يشتركون بالبرلمان، اسماء البرنامج، وبالعكس راح نعطي مجال للبقية ان يقدموا الاشتراك لهذا الملتقى. والحقيقة هو نجح قبل ما ينعقد، يعني انا فرحان، صح انا شوية زعلان لكون راح نغير الموعد، بس بنفس الوقت فرحان لنجاحه. وكثير من الدول اللي موجودة المشاركة ما شاء الله راح يكون أفضل من الملتقى الأول. شكرا جزيلا، ونلتقيكم إن شاء الله يوم 5 و6 حزيران 2020. شكرا جزيلا.